السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. بعثة فنية أوروبية بنواكشوط تبحث إمكانية تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بعد أشهر من تعثر المفاوضة. ندوة علمية بنواكشوط تناقش موضوع التشريع الموريتاني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بمشاركة باحثين وأساتذة جامعيين. تجدد المواجهات بين عناصر من منسقية الحركات اللازوادية وأخرى من القوات المالية أياما قبل موعد مؤتمر يبحث اتفاق السلام بين الطرفين. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. بدأت بعثة فنية أوروبية بنواكشوط زيارة عمل يتوقع أن تجرى خلالها سلسلة من المحادثات مع المسؤولين عن قطاع الصيد في موريتانيا وبحث إمكانية تجديد اتفاقية الصيد بين الطرفين. وتأتي سلسلة اللقاءات الجديدة بعد أشهر من تعثر المفاوضات بشأن تجديد الاتفاقية القديمة، وهو ما ألقى بظلاله على علاقات موريتانيا الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي. نتابع. اتفاق موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد جاء إثر مفاوضات استمرت 15 شهرا قبيل انتهاء فترة سريان الاتفاقية السابقة 2008، وحصلت موريتانيا بموجبه على 113 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي نظير السماح لأسطوله البحري بالصيد في المياه الإقليمية الموريتانية وفقا لشروط وضوابط حددتها الاتفاقية. وظل مبلغ التعويض المالي المقدم من الطرف الأوروبي بمثابة العقبة الأساسية قبل أن يتوصل الطرفان في نهاية الجولة السابعة من المفاوضات إلى اتفاق قيل إنه تم تحت ضغط الوقت. وبعيد التوقيع على الاتفاقية المذكورة، أكد ممثل الطرف الموريتاني أنها سمحت بتعزيز مكاسب بلاده حفاظا على الثروة السمكية، حيث تمنع الاتفاقية ولأول مرة الأساطيل الأوروبية من صيد الأخطبوط. وتمنح الاتفاقية السابقة الموقعة بين الطرفين موريتانيا تعويضا سنويا يربو على 94 مليون دولار مقابل السماح ل 110 سفن صيد أوروبية بالصيد في المياه الإقليمية الموريتانية. من جهة أخرى، كانت العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في تلك الفترة قد شهدت صعوبة بسبب اصطفاف الاتحاد الأوروبي إلى جانب سجناء الحركة الانعتاقية، الأمر الذي اعتبر عقبة في وجه توقيع اتفاقية الصيد. الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز قال في ذات السياق خلال تصريح صحفي إنه شخصيا وحكومته والشعب الموريتاني يرفضون توصية الاتحاد الأوروبي بشأن ملف بيراما والعبيدي ورفاقه في حركة إيرا، مؤكدا أن موريتانيا تقف بحزم في وجه كل من يحاول المساس بمصالحها الاقتصادية ووحدتها الترابية. هذا ويعد الاتحاد الأوروبي أهم شركاء موريتانيا في مجال الصيد، وتربطه بها اتفاقية في مجال الصيد منذ عام 1987 يتم تجديدها كل 4 سنوات. ويمثل قطاع الصيد 5% من الناتج الداخلي الخام في موريتانيا، كما يسهم بنحو 30% من الموازنة السنوية للدولة، ويوفر آلاف فرص العمل للمواطنين. تثير الأزمة الدبلوماسية التي بدأت معالمها تلوح في الأفق منذ أيام بين موريتانيا والجزائر الحديث عن مستقبل العلاقات الثنائية الحميمية التي جمعت البلدين طيلة السنوات الماضية. ويتساءل مراقبون عن تداعيات الأزمة القائمة بين الجارتين وتأثيرات السجال الإعلامي على مناصب سادة الملف الدبلوماسي في البلدين. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. الدبلوماسية العرجاء، ذاك ما أطلقته المعارضة على مسار الدبلوماسية الموريتانية في التعاطي مع دول الجوار المغربي بعد طرد الدبلوماسي الجزائري على جناح السرعة دون أي خرجة إعلامية لسيدة الدبلوماسية الموريتانية فاطمة فال من تصوينة، في ظل تفاقم التراشق الإعلامي بين الجزائر العاصمة ونواكشوط في ملف ما زال التوتر يتصاعد على جميع جوانبه.
دون أي خطوات من وزارة الخارجية الموريتانية أو الجزائرية لتلافي الأزمة التي استلمتها الماكينة الإعلامية في الدولتين، مع استغراب متواصل للمراقبين من عدم صدور أي بيان أو تصريح لوزيرة الخارجية منذ اشتعال الأزمة بين الدولتين الجارتين. الدبلوماسية الموريتانية ومنذ استلمتها الوزيرة منت الصوينع وفترة الهدوء الصامت هي التي سيطرت على حراكها الخجول كما يقول المراقبون. فهل تدفع سيدة الدبلوماسية الموريتانية فاتورة الأزمة الحالية؟ أم أن الحكومة والنظام سيدفعان ببنت الصوينع إلى الصمت المتواصل والمطبق تجاه أزمة حولت الأعين نحو موريتانيا والجزائر بحثا عما يذيب جريد أزمة سياسية ما كان لها أن تطول في أعراف الدبلوماسية الدولية؟ آليات دمج قوانين حقوق الإنسان في القانون الوطني موضوع نقاش أكاديمي بجامعة نواكشوط بهدف استجلاء الموانع القانونية والتشريعية التي تحول دون تنفيذ اتفاقيات وقعت عليها الدولة وغدت جزءا من تعهداتها للمجتمع الدولي. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. نقاش قانوني وفقهي محتدم حول إشكال التوفيق بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية في شقها المتعلق بحقوق الإنسان، حيث قامت الدولة الموريتانية خلال العقود الأخيرة بالتوقيع على عشرات الاتفاقيات الدولية، غير أن هذه القوانين لا تزال بمعزل عن عمل القضاة الذين يعتبرونها غير ملزمة. ويرى بعض أساتذة القانون أن ثمة ازدواجية في سلوك الدولة التي وقعت ووافقت على مضمون هذه الاتفاقيات، وهو ما يجعلها ملزمة بالعمل بها وما تمارسه أجهزة الدولة القضائية التي لا تعتمد على هذه القوانين عند العمل والحكم، معتبرين أن الدولة بهذا تمارس نوعا من الإزدواجية والفصام في الشخصية تجاه ما التزمت به للمجتمع الدولي. وبالتالي خصوصية قاعدة حقوق الإنسان أنها قاعدة دولية تنظم علاقة خاصة أو حقا خاص، وبالتالي خرجت من الإطار الدولي إلى الإطار الوطني أو الإطار الداخلي لتصبح قابلة للتطبيق وواجبة للتطبيق. الالتزام الثاني الذي يقع على عاتق الدول هو الالتزام السلبي. الالتزام السلبي هو أن تمتنع الدول ومكوناتها عن كل ما من شأنه أن يعيق تحقيق حقوق الإنسان. غير أن الإشكاليات المتعلقة بحقوق الإنسان باتت تفرض إعادة النظر في الآليات والمعايير التي ينبغي أن تتيح فرصة أكبر لقوانين حقوق الإنسان لما تتمتع به من مشروعية بوصفها حقا إنسانيا لا يمكن أن يتعارض مع القوانين المحلية التي تبقى حريصة هي الأخرى على هذه الحقوق وتكريسها كما ينص على ذلك الدستور. هذه قواعد دولية صارت بمثابة اتفاقيات دولية تصادق عليها، هي القاعدة تقريبا لمعاملة السجناء حتى يتم تأييد. هذه المقتضيات يتم خرقها نهائيا إذا نظرنا إلى مقتضيات الوطنية مباشرة في موريتانيا تتناقض مع هذه المسألة. وانتقد البعض تمسك الحكومة والمشرع بقانون الجمعيات الصادر 1964 والذي يتم تجريم بعض الحقوقيين طبقا لمواده المخالفة حتى لمقتضيات الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، مذكرين بضرورة مراجعة هذا القانون. وتبقى مسألة تعارض بعض اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان مع القيم والخصوصيات الدينية والثقافية إشكالية مطروحة سيستمر حولها النقاش والجدل ريثما يتم تطوير حلول لتجاوزها في المستقبل. ومعنا للتعليق على هذا الموضوع الدكتور مصطفى والأحمد ديدا أستاذ القانون العام بجامعة نواكشوط، أهلا وسهلا. إذن يلاحظ البعض ازدواجية في موقف الدولة عند تطبيق الاتفاقيات الدولية، كيف تنظر إلى هذه القضية؟ أشكر في البداية لقناة المرابطون مواكبة الأنشطة العلمية وباسم وحدة الدراسات المالية والسياسية والمالية بجامعة نواكشوط كلية القانون تحديدا. هذا النشاط الذي قدمتم التقرير عنه هو نشاط يشكل جزء من نشاط هذه الوحدة لهذه السنة، دراسة حقوق الإنسان والتوعية بها. وفي محاولة للإجابة على تساؤلكم، موريتانيا دولة منفتحة على حقوق الإنسان من الناحية المبدئية بالنظر إلى مصادقة الدولة الموريتانية على العديد من الاتفاقيات، لكن للتطبيق حيثياته وخصوصياته ربما هناك عوائق عديدة تتعلق بانتشار ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام لدى جهاز القضاء على سبيل المثال ولدى المتقاضين.
تتعلق بطبيعة الحال بعلاقة الدولة بالفرد وبالمجموعات، وهي كلها أمور من ناحية التطبيق بعد المصادقة على الاتفاقيات وبعد وجود ترسانة قانونية ذرية للحالة الموريتانية وللتجربة الموريتانية في مجال حقوق الإنسان، تبقى تشكل عوائق بهذا الخصوص. طبعا قضية حقوق الإنسان والتعارض مع الشريعة الإسلامية هي واحدة من الإشكالات ربما التي تثور بخصوص النظام حقوق الإنسان في موريتانيا بشكل عام في إطاره القانوني وفي آليات حمايته. وهنا ثمة عرف دولي متبع يقول بالتحفظ، وهو تحفظ يخدم عناصر متعددة لعل تحفظها منظومة حقوق الإنسان بشكل عام، وتتعلق بالمحافظة على الخصائص والمبادئ التي تحكم المجتمعات، وفي ذات الوقت وجود نسق عام بموجبه تخضع الدولة ويخضع المجتمع لمقتضيات نظم حقوق الإنسان بشكل عام. يعني ما المانع فعلا من تطبيق هذه القوانين خصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان؟ من حيث المبدأ هي مطبقة، لكن هناك كما أشرت بعض العوائق. نعم. التي تتعلق كما أوردت بانتشار ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام في جهاز القضاء على سبيل المثال. هناك من يقول ويصرح يتبنى وجهة نظر تقول بأن هذه القوانين هي حبر على ورق، لكنه يتناسى في ذات الوقت هذه الأبعاد والمعوقات الاجتماعية والمرتبطة بالدولة بطبيعة الحال. ثقافة حقوق الإنسان من حيث الممارسة هي ثقافة تتطلب وعي اجتماعي، وتتطلب ليس فقط وجود قوانين، نحن نملك ترسانة قانونية ذرية وكبيرة. الدستور ينص على أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي مرجعية كما الإسلام، وكما طبعا لدستورنا خصوصيته في المحافظة على الهوية الإسلامية والعربية والإفريقية بشكل عام، ولكن المحافظة كذلك على مثل ومبادئ الليبرالية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والموازنة بين الاثنين تتطلب نوع من التنسيق والانسجام. إذن القول بإلغاء بأن النصوص معطلة فيه حيف كبير على ممارسة الحقوق والحريات العامة في موريتانيا، والحديث عن عدم وجود عوائق تتعلق بأبعاد اجتماعية. طيب بالنسبة للحجج التي تقدمها الجهات القضائية بيكون ما لم يشر في الجريدة الرسمية ليس ملزم، كان هذا العذر قائما، لكن منذ أشهر قليلة تم نشر الاتفاقيات الأساسية لحماية حقوق الإنسان في عدد من الجريدة الرسمية، وبالتالي لم يكن قائم. خشية المدافعين عن حقوق الإنسان وخشية مختصين في حقوق الإنسان بشكل عام هي أن الجهاز القضائي والسلطات العمومية كانت تعترض بشكل تلقائي بشكل ببساطة على مقتضيات الالتزام بهذه الاتفاقيات بحجة أنها غير منشورة وبحجة أنها مخالفة للشريعة الإسلامية. وهذه المخالفة هناك مدخل أساسي لها في التجارب الإسلامية المشابهة، وهو الاجتهاد الفقهي. ونحن لدينا مدرسة فقهية منتشرة وعالمية لنقل، مدرسة دكتور العلامة الكبير بيّة، وهي مدرسة تحاول أن تستخلص مقومات الشرع الإسلامي مما يتماشى وضعيات. طيب البعض أيضا طرح يطرح قضية استمرار العمل بقانون الجمعيات، وهو من العام 1964 في بواكير الاستقلال ولا يزال العمل به مستمر. نعم، هناك هذه العقبات، وهي هناك هذه ضرورة التجدد، لكن لنقول بأنه هناك عدد كبير من جمعيات المدنية التي المجتمع المدني لنقول، ولا إشكال كبير بها. هناك تخمة من تعداد هذه الجمعيات، لكن المردودية تبقى محكومة بعوامل متعددة تتعلق خاصة بالوعي بثقافة حقوق الإنسان بشكل عام. والكلية والباحثين في هذا المجال يحاولون إيجاد الأطر التي تتماشى والحالة الموريتانية من خلال اقتراح الحلول ربما التي تفيد في التطور بهذا الخصوص، مراجعة القوانين والتجذير ثقافة حقوق الإنسان. نعم، دكتور مصطفى والأحمد إيدا، أستاذ القانون العام بجامعة نواكشوط، شكرا جزيلا لك. اتهمت رابطة الطلاب الموريتانيين في تونس السفير الموريتاني بتقديم شكاية ضد الطلاب واستدعاء الأمن التونسي لتفريق المشاركين في وقفة احتجاجية نظمها الطلاب في مباني السفارة رفضا لقرار وزارة التعليم العالي الموريتانية القاضي بإلغاء نتائج لجنة المنح.
ونددت الرابطة بمحاولة منع الطلاب من دخول السفارة وتهديدهم بتدخل الشرطة، مؤكدة أن الطلاب ماضون في تنظيم الأنشطة الاحتجاجية حتى تتحقق مطالبهم. اندلعت مواجهات عنيفة الثلاثاء في إقليم أزواد، حيث أكدت تنسيقية الحركات الأزوادية سيطرتها لعدة ساعات على مدينة تانانغو والانسحاب منها بعد قتال عنيف. يأتي ذلك وسط ترقب للمؤتمر المتوقع انعقاده منتصف الشهر الجاري بالعاصمة المالية باماكو للتوقيع على اتفاق سلام بين مالي والحركات الأزوادية، لكن الأخيرة ترفض وتعتبر أن الاتفاق لا يستجيب لتطلعات الأزواديين. نتابع. المعارك الدائرة بين مقاتلين محسوبين على منسقية الحركات الأزوادية وعناصر من الجيش المالي يبدو أنها في تصاعد مستمر بعد أن تجددت المواجهات اليوم في بعض البلدات القريبة من الحدود الشرقية الموريتانية. بيان صادر عن منسقية الحركات الأزوادية يقول إن رتلا من الجيش المالي سقط في كمين نصبته وحدة تابعة للمنسقية دون أن يذكر المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص. وتتزامن مواجهات الثلاثاء مع إيفاد الرئيس المالي بوبكر كيتا وزير التضامن والمصالحة في حكومته مبعوثا خاصا إلى نواكشوط، ووفق تصريحات أدلى بها بعيد اللقاء فإن الرئيس الموريتاني أكد استمراره في دعم مالي من أجل التوصل لاتفاق سلام مشترك. اتفاق سلام ينتظر أن يعقد مؤتمر بخصوصه في العاصمة باماكو منتصف شهر مايو الجاري وسط حديث عن ضغوط أممية على منسقية الحركات الأزوادية من أجل أن توقع على الاتفاق المرتقب، فيما ترفض المنسقية التوقيع وتؤكد استعدادها للعقوبات في سبيل ألا توقع على اتفاق تقول إنه لا يستجيب لتطلعات الشعب الأزوادي. وبين الضغط الأممي وتواصل المعارك في مدن مختلفة، يخشى متابعون من أن تكون الأحداث الجارية محاولة للعودة إلى مربع حمل السلاح رغم توقيع الطرفين على اتفاق بخصوص وقف إطلاق النار والتعبير عن تشبثهما بالجلوس على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق مشترك. ومعنا للتعليق على الموضوع التياج عبد الله، عضو اللجنة الإعلامية لتنسيقية الحركات الأزوادية. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بكم. إذن كيف جرت العملية اليوم وما الدافع للانسحاب من مدينة تانانغو بعد ادعائكم السيطرة عليها؟ طبعا نحن انسحبنا من مدينة تانانغو بعد ظوال اليوم، بعد ظهور اليوم، تفاديا من لسلامة المدنيين وتفاديا من القصف للجيش المالي للمدينة ولكي لا تكون هنالك ضحايا ضمن المدنيين. انسحبنا منها انسحاب تكتيكي استجابة لحماية القوانين التي تطالب بحماية المدنيين. يعني مقاتلوكم نفذوا عملية وصفتموها بعضة النمل، ألا ترى أن العملية لن يكون لها تأثير في مسار القضية في الوقت الراهن؟ طبعا هذه لدغة النمل هي عملية أطلقناها بعد 27، بعد أن انتهكت الحكومة المالية وميليشياتها الهدنة الموقعة بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية في مايو الماضية والجهود التي بذلتها الوساطة الدولية بأكملها في الجزائر، وانتهكت الحكومة المالية وميليشياتها تلك الوثائق واتفاقيات، فأطلقنا عملية لدغة النملة لحماية الشعب الأزوادي وردة فعل من منسقية الحركات الأزوادية ضد الحكومة المالية. كيف تصف حجم الخسائر التي تكبدها المقاتلون الطوارق وهم نفذوا هجوما خاطفا وانسحبوا؟ لابد أن تكون تمت خسائر بشرية كبيرة. طبعا نحن هنالك شهداء ضمن الحركات الأزوادية خاصة في مدينة تانانغو صباح اليوم، والجيش المالي أيضا تكبد خسائر إذا فقد أكثر من 40 جنديا ودمرنا آليات ومدرعات ودبابات الجيش المالي واستولينا على المدينة بكاملها قبل أن ننسحب منها مساء اليوم.
ما تأثير هذه العملية على سياق عملية السلام التي تقودها الجزائر؟ هل ستدعم هذه العملية موقفكم أم أنها هدية سياسية لمالي؟ طبعا نحن أعلننا وما زلنا نعلن بأننا مستعدون للحوار ومستعدون أيضا للتوقيع بالحروف الأولى شريطة تكون هنالك جلسات لاتخاذ للنظر في النقاط العالقة التي قدمناها يوم 17 مارس الماضي في كيدال، ونحن مستعدون ونفضل خيار السلام، وهذا هو موقفنا دائما وموقفنا رسمي أعلناه للوساطة الدولية وأعلناه أيضا للبعثة الدولية في مالي. مع الأسف الشديد الحكومة المالية ليست مستعدة للسلام ولا ترغب في السلام، بل هي تقوم بعمليات استفزازية وهجمات مباشرة بعد إعلاننا استعلان للتوقيع، بل هاجمت منكا وسيطرت عليها وقتلت وشردت وما زالت الحكومة المالية وميليشياتها في منكا. ونحن أعلننا سابقا وما زلنا نعلن بأن ما زالت الحكومة المالية ما دامت الحكومة المالية في منكا ستستمر عملية لدغة النملة وستستمر إلى غاية أن تنسحب الحكومة المالية وميليشياتها في مدينة مع هذه الأحداث الجارية للتشويش على اتفاق السلام؟ أبدا. من الذي شوش على اتفاق السلام؟ اتفاق السلام شوشت عليه الحكومة المالية، هي التي هاجمت أولا يوم 27 أفريل. أم أن العالم لا يرى إلا عمليات المنسقية فقط؟ هذا 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 ليس عدلا بوجهة نظر، ليست وجهة نظر عادلة. يجب أن يحاكموا أو أن يجبروا الحكومة المالية أن تعترف بأنها انتهكت الوثائق وأن تنسحب من منكا. فإذا انسحبت من منكا والمناطق التي سيطرتها بعد 27 أفريل الماضي، فنحن مستعدون أيضا لأن نوقف عملية هذه العملية لدغة النمل، وإلا سوف نتمسك بموقفنا وأن الحكومة المالية هي التي انتهكت الهدنة. هي فقط من انتهك هذه الهدنة؟ هي فقط من انتهك، لأن الانتهاك لا يكون مرتين، يكون مرة واحدة فقط للمعلوم. يعني إذن الذي انتهك أولا يحسب عليه كل ما بعده. إذن سيد تاي أغا عبد الله عضو اللجنة الإعلامية لتنسقية الحركات الأزواجية، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شارك العشرات من الصحفيين في ندوة نظمتها شبكة الصحفيات الموريتانيات بنواكشوط تحت عنوان الصحفيات الناشئات والإعلام ضمن الأنشطة المخلدة للعيد الدولي للصحافة. وأثار منح مداخلة لرئيس مبادرة أعطيني ضجة خلال الندوة، ما تسبب في انسحاب بعض الحضور قبل أن يوجه الرجل هجوما لاذعا ضد الصحفيين الموريتانيين. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. نظمت شبكة الصحفيات الموريتانيات ندوة في العاصمة نواكشوط تحت عنوان الصحفيات الناشئات والإعلام، وذلك ضمن الأنشطة الاحتفالية بمناسبة العيد الدولي للصحافة. أوجه إعلامية وأدبية عديدة حضرت للمشاركة في الندوة وللحديث عن واقع الصحافة والإعلام والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المتاعب بموريتانيا. ونأكد على أن الحرية مسؤولية، وأعلن احنا هما اللي مصرين على ان نواصلوا الضرب اللي احنا واحنا فيه رغم كل التحديات، ورغم ان الجانب المؤسسي مازال غايب، ورغم ايضا على ان الجانب المتعلق بالكفاءات مازال متاخرين فيه الاصبع، واحنا مواصلين. إلقاءات أدبية ظلت تتخلل الحفل، ودروس وملاحظات توجيهية، وشهادات في حق الصحفيات الموريتانيات سطرها بعض قدماء العاملين في حقل الإعلام بموريتانيا. إن هذه مناسبة عظيمة لأهنئ الصحفيات الشابات التي سيحملن مشعل الإعلام في هذه البلاد التي تحاول أن تجد مكانتها بين الأمم المتقدمة. ومعلوم أن الشابات الصحفيات الموريتانيات أثبتن عن جدارة أنهن قادرات على رفع التحدي. منح كلمة لرئيس مبادرة أعطيني أثار ضجة في الحفل، وتسبب في انسحاب بعض الصحفيين احتجاجا على المداخلة، ووصف بعضهم تدخل زيدان في الندوة بأنه يمثل إهانة للصحفيين، ما جعل بعض القائمات على النشاط يطالبنه بالنزول من المنصة، غير أن زيدان أصر على التدخل قبل أن يوجه كلمات قاسية بحق الصحفيات والجماهير الصحفية،
وهم يحتفلون بعيد الصحافة الدولي. قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أنه سينظم دروس تقوية لصالح طلبة مرحلة البكالوريا في مقاطعات العاصمة نواكشوط التسع، معللا خطوته الجديدة بأنها تأتي استجابة لمقتضيات سنة التعليم. وأوضح بيان للحزب أن أكثر من 700 تلميذ في شعبتي العلوم والرياضيات سوف يستفيدون من دروس التقوية التي سينظمها الحزب خلال الأسابيع القادمة. ما فهم من شيء لاهي تضمنوا به أنكم تتموا في القيادة وتقوموا وتقوام هذه الثقة اللي أعطاتكم الناس، تقوموا أعلى من تحصلوا أصلا. ويلا الطريقة اللي تموا تشتغلوا بها وتعودوا همكم فيها ليل ونهار، وكل حد منكم نيوعة باسم حالة يقوم هذه الثقة اللي هي وباسم حالة يحافظوا عليها. والطريقة الوحيدة اللي محافظوا عليها هي أنكم تتموا في خدمة الناس. هذه فكرة، هذه فكرة من ضمن الأفكار اللي 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 انطرحت، وهي دعم 720 تلميذي من التلاميذ اللي ينتمون الى اسر ذات دخل محدود في نواكشوط. التجربه الجايه هامنا ان شاء الله نعموها على الولايات الداخليه، وهامنا يستفيد منها الشعب كاع كامله الى قدت، وهامنا يستفيد منها نهائيات التعليم يسوى الاعدادي ويسوى الابتدائي اذا كامل نقدروا نعدلوه. نظمت بلدية تفر زينة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني حملة لتنظيف شريط الشاطئ المحاذي للمقاطعة. وتدخل هذه الحملة وفق المشاركين فيها في إطار اليوم العالمي للاتحاد الأوروبي، وتشارك فيها وزارة الصيد والاقتصاد البحري والبيئة والتنمية المستدامة. التظاهرة تدخل في نطاق اليوم العالمي للاتحاد الأوروبي، ومعدين بالتعاون مع عدة شركاء بينهم وزارة البيئة وبين وزارة الصيد وطبعا البلديات الشاطئية وشركاء آخرين معانا، منظمات غير حكومية وفرق رياضية، أندية رياضية وعمال البلدية والمجتمع المدني. هذا كامل اليوم جهون إياك ينعت على أنه عنده دور كبير في النظافة. احتج العشرات من ساكنة القطاع التاسع عشر في مقاطعة دجونين الشمالية بالعاصمة نواكشوط مطالبين بتوفير خدمة المياه الصالحة للشرب والكهرباء وتعبيد الطرق. المزيد في التقرير التالي. هنا في القطاع التاسع عشر التابع لمقاطعة دجونين بولاية نواكشوط الشمالية، يقول الساكنة إنهم يعانون من انعدام الخدمات الأساسية في حياتهم اليومية، الأمر الذي جعلهم يحتجون من أجل أن تصل مشاكلهم إلى الجهات المعنية. فاطمة إحدى ساكنة الحي تقول إنها تجد صعوبة في قطع المسافات الطويلة كي تصل إلى مكان سكنها بسبب الرمال والأتربة التي تغطي المكان. ورانا لكم ما قد جاتنا رامفل ولا قد جانا شيء أسوأ، هو شن هو طلع علينا الحمار لين نوقف على قدره، هذا هو قدره غير وين هو نوقف عليه، نظل واقف عليه النهار كامل لين نقول ورا لين نعمل بك، الله يقول لي لا لا يعطيتيني 500 يعطيتيني 1000 فوقيه ما نقضي معاك، يقول لي نهار بقد نعود ماشي نعود مره نطلب انا شيبانيه وبركابيه نقبض بيضون ونعود نقيس اخواني نملى من عندهم بيضون نجيب ونجر، هذا يعرفوه كاملين. شوف ايوا شوف هذا الداي شوف امتد شرقنا وساحلنا وتلنا، واحنا هاي البليده من هون الى شارع ديمي ما فيه داي مرشوق ولا فيه رامبل، هذا الشارع شوفوا هذا هو مفتوح من هون، مفتاح من هون مسوحل ومن عندنا احنا عاملين له ما مفتح. ها سمعتوا هذا شو شارع 18 هم اللي احنا وقوف عليه ضارك من هون، شوفوا خلاص كان نمله تطلع معه فش قال رقاش. في الجانب الاخر من الحي وتحديدا في هذا الجزء يشكو ساكنة المنطقة من انتشار الاغتصاب والسرقة التي تمارس عليهم في أغلب الأوقات، مطالبين الجهات المعنية بتوفير الأمن لهم. من يوم جينا هون مقمورين في ذي البلدة لا حس ولا عش، يا غير قاع كامل تمنى لا نقدر نصبرهم، من جاتنا مد أخرى وسداتنا سد من الحيوم، اللي عنده تيشيرت يخوف عليها ينقصبوا فيه التيشيرات، واذا قدوا استكهلات يصمصروا فيه تعدلهم، واللي السارق يفز 4 ما يقد حد يتربو يدخل فيه، متضررين منه، احنا شي من خارق مولانا ما مقلوا عنا عزله، ولا عندنا شوارع، ولا عندنا سلطات راده عنا، ولا راد عنا حد، على الاقل بعد الضر يرتد عنا، لم لاحقين وطالبين عن يعدل. وبذلك تبقى مشاكل ساكنة القطاع التاسع عشر في العاصمة نواكشوط تنتظر لفتة من الجهات المعنية كي تساعدهم على التغلب على مشاكلهم اليومية.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها بعثة فنية أوروبية بنواكشوط تبحث إمكانية تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بعد أشهر من تعثر المفاوضات. ندوة علمية بنواكشوط تناقش موضوع التشريع الموريتاني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بمشاركة باحثين وأساتذة جامعيين. تجدد المواجهة بين عناصر من منسقية الحركات الأزوادية وأخرى من القوات المالية أياما قبل موعد مؤتمر يبحث اتفاق السلام بين الطرفين. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهري على الشاشة. في أمان الله.